بسم الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر جل جلاله عظم سلطانه وعم نواله. ربنا علمنا كيف نخاطب الناس خطابا يقربهم من المعقولات يا رب الأرض والسماوات. نرجو لدفاع جعفر الطيار عليه الرضوان. كنا قوما أهل جاهلية، فيما تتمرر هذه الجاهلية؟ قال نعبد الأصنام، شيء يشرف أن تعبد صنما حتى هو منافق أو كسب أموال عن طريق حرام، لأن بعد باش يوري هذيك آلة كسبه لا بركة فيه، لأن انتار منتي ضلالات البشر وتعرفهم خانعين للأصنام، فأنت صنعت لهم ذلك لتقضي حاجاتهم الشيطانية لغي. إذا احنا عندنا الأصنام تو بزاف، بورقيبة صنم، بن علي صنم، السبسي صنم، وهلم مجر ولحد الآن يترحموا عليهم. ما فهمتش أنا، الناس هذم عندهم عقول وعندهم هكا ذرة من التاريخ. تعرفوا التاريخ أنتم يا بورقيبيين ودستوريين وعلويين ويا ويا سبسيين، تعرفوا التاريخ كلكم تكذبوا. اللي أنا يقدم روحه هو المخلص، وين هو اللي يتورط، هو اللي مش يزيد، اللي مش يغني الأمة وزاد فقرها وسلبها ما بقي لها من أمواله وسيت وهلم جر. وانت ماشي عاد المفسد ما يجمش يقول لك انا مفسد، لانه هو من الخبث نتاعو يزمو يلمع صورته باش يجذب الحمقى هذوكم لي زيديو لي ديندون لا فارس. ما يجبدهم الا منافق وكاذب ومدع ومصاب كذلك بجنون العظمه الميغالومانيا. ودوح يا مبارك على هؤلاء الذين لا يفقهون شيئا من كلام الله كما يجب أن يفقه، ولا يعرف قدر النبي عليه الصلاة والسلام. نعود بفضل الرحمن ونفرش كل ما يتصل به الكرب أو جل ما كانوا غافلين عنه وغافلين عن الأضرار التي تلحقهم من خلال هذه الخصائص الظالمة لهم ولغيرهم. اللي مش حبي يقتل بأضرهم فهو خاسر، واللي يحب يخالط العربي العربي أو جنرالمون سي تنصلو سوف سي لي ان فري مسلمون سي لو ميور دي زومان. والسلام علينا احنا الانسانيين الحقيقيين اللي ما نقول الا بالاكرام للبشر، لان ربي قال لقد كرم بني ادم، فنحن هنا نكرم أنفسنا ونكرم غيرنا حتى يرضى عنا ربنا. والسلام.